السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم حبيت اشارككم باهم النقاط يلي حكى عنها السفير الاسرائيلي ايساك باكمان بستوكهولم بالسويد. بالمقابل يلي عملها كان عم بيحكي، ركز كلامه على الاطفال بفلسطين وحاول انه يلعب على العواطف العالميه اللي بتعرفوا بتتاثر جدا لما الواحد يحكي عن الاطفال. فكان عم بيحاول يحكي من منطلق انه هو حريص على اطفال فلسطين وخايف عليهم، وانهم عم يتعرضوا لعمليه غسل دماغ او انه عم ينضحك عليهم، وانهم عم يتربوا على الكره والحقد، وكيف انهم يكرهوا الاطفال او الشعب الاسرائيلي. طبعا هو حكى بمقابلته انه الاطفال بفلسطين بشكل عام، حكى عن كيف السلطه الفلسطينيه عبر قنوات التلفزيون عم تحاول انها تدعي للعمليات او لانه مثلا تحرير فلسطين بالدم وهي الشغلات، وحكى كمان عن قطاع غزه، وحكى كيف انه الاطفال هناك عم تروح على معسكرات التدريب وبيعلموها كيف انها تعمل عمليات، كيف تطعن، كيف تقتل الاطفال الاسرائيليين، وحكى عن قصه عن طفل اسرائيلي كيف انه كان رايح لمده 5 دقائق فقط يشتري شيء من مقصف او من كانتين وتعرض لعمليه طعن اكثر من 15 طعنه، والشخص اللي عمل هاي العمليه هو طفل. طبعا هذا الموضوع بيفتح كثير نقاط، وكان عم بيحاول يبين انه ليش الفلسطينيين بيبعثوا اولادهم يعملوا عمليات، بضحوا باولادهم وهن ما بروحوا بيعملوا عمليات كاشخاص بالغين. موضوع جدا خطير وموضوع جدا مستفز، وهون انا حبيت اعلق على هذا الموضوع واحكي معكم كمان انتم لحتى كمان تشاركوني بتعليقاتكم، لانه تعليقاتكم مهمه جدا وبتوضح كيف نحن بنفكر. بدايه بنشوف كيف انه احيانا الانسان بيكون معه حق، ولكن لانه بيسكت او ما بيعرف يشتغل سياسيا واعلاميا بكل دول العالم من خلال السفارات مثلا، من خلال المقابلات، من خلال قنوات التلفزيون، ممكن انه يخسر حقه او يبين انه هو الظالم. وبالحاله تبعيتنا نحن كل الناس بتعرف انه نحن تعرضنا لعمليه كشعب فلسطيني، يعني تعرضنا لعمليه سرقه، سرقه وطن، يعني اخذوا لنا وطننا، احتلوه وطلعونا منه كشعب فلسطيني بسنه 1948. ولكن نحن بحاجه اليوم لحتى بكل الدول اللي فيها سفارات لدول عربيه ولفلسطين انهم يتحركوا اكثر، يعملوا مقابلات، يوضحوا هاي الامور، ويجاوبوا كمان على المقابلات اللي بيسووها الاسرائيليين لحتى نوضح هذا الشيء، مش بس نسكت وخلص خلي الشعب الاوروبي هو اللي يرد وهي الشغلات. انا برايي هذا الشيء خطا. شغله ثانيه جدا مهمه بدي احكي فيها هو موضوع الاطفال. يعني ليش الاطفال بتروح تعمل عمليات؟ انا من الناس اللي صراحه بعارض هذا الموضوع، يمكن اكون معي حق، يمكن يكون معي خطا، ولكن انا بعارض هذا الموضوع. غلط انه نحن نبعث اطفال تعمل عمليات لاكثر من سبب. كلنا بنتذكر قصه محمد الدره، الشهيد محمد الدره، كيف انه صوروه بالاعلام الغربي كيف انه كان الاب هو اللي عم يتخبى وراء الولد. فدائما هن بيلعبوا على هذا الموضوع. لما نحن نيجي نبعث اطفال تعمل عمليات، بدايه الطفل هو مش بالغ، يعني هو ما بيفهم شو عم بيروح بيسوي، او مش عم بيعمل هذا الشيء عن عقيده حقيقيه. هاي واحد. اثنين، لما نبعث اطفال هذا الشيء بتصور العالم الغربي انه احنا عم نضحي باطفالنا، ما بنحب اطفالنا، او نحن جبنا وبنبعث اطفالنا تعمل هاي العمليات. شغله ثالثه كمان جدا مهمه، انه نحن نبعث اطفالنا تعمل عمليات، هذا الشيء ببين قدام العالم الغربي او قدام العالم كله انه نحن بنربي اولادنا على الحقد وعلى الكره وعلى هاي الامور. وكلنا شفنا من فتره كيف انه سمعنا عن خبر انه اسرائيل عم تبعث اطفال لدوله السويد لحتى يتبنوهم، وهذا الشيء قد يكون احد المبررات انه والله هذول الاطفال اذا ضلوا بفلسطين مثلا والله عم يتعرضوا لعمليه غسل دماغ او بده يصيروا مجرمين مثل ما قال السفير الاسرائيلي. فهي مواضيع انا حبيت احكي معكم فيها. بتمنى يصير في يعني يصير الاعلام فعال اكثر تبعنا، مش بس كفلسطين، كدول عربيه دافع عن حالها، تحط تعمل السفرة، يعملوا أنشطة توعية، يعملوا مقابلات يحكوا فيها بشكل واضح. الشغلة الثانية مثل ما قلت بتمنى تشاركوا معي بهذا الموضوع، هل أنتم مع أو ضد، أو هل برأيكم هذا الشيء صح أنه الأطفال تروح تعمل عمليات أو لا؟ كل هذا بنقول أنه من حق أي شعب يدافع عن نفسه طبعا، وفلسطين شعب مظلوم واتاخذت أرضه، لكن موضوع أنه الأطفال تعمل عمليات أنا بشوف هذا الشيء مش كتير صحيح. بترككم بأمان الله وشكرا على الاستماع. السلام عليكم.